مكلانا على الشاشات فوق. على مرته تديها دول وتروح للمستشفى تفضل معاه لحد الصبح. قالوا لي المركز من غير مأمور وهيجيبوا مأمور جديد. مبروك يا حاج، أول يوم ليا النهارده. دورت المركز كله. تفضل تفضل. لا لا معلش، أنت اللي تفضل معانا، عاوزينك شوية. نعم، عارف أنت هتقول إيه ولمين؟ اهدى يا ولدي. تحت أمرك يا باشا. بس اشرب معانا القهوة وهطلع معاك إني هوصلك. زي ما أنت شايف الناس فرحانين. مسافة شرب القهوة. مظبوطة طبعا. ماشي يا حاج. اتفضل. اتفضل يا باشا. قهوة مظبوطة يا باشا. أو في البحر يا المأمور الجديد جاي يبارك. بدنا وسع من الغرسول، بدنا وسع من الغرسول، ما تخشوش إلا المأمور، ما تخشوش إلا المأمور. خيري يا حج، خليك مطرحي مش هتأخر، راجع على طول. الله أعلم يا حج. الله أعلم، ما قلناش حاجة، بس راجع على طول. تفضل. خير يا ولدي، حصل حاجة؟ خير يا حاج، اقعد مطرحك. المأمور وعايز يستفسر من الحاجة على حاجة. مالك؟ اقعد اقعد. وهات الدواء اللي وافي.
خير يا بيه؟ أنا هنا اللي بسأل يا حاج مش أنت. وماله يا بيه؟ اسأل. تفجيرين ورا بعض، واحد في المحجر والتاني في البحر. وأنا مال؟ أولاً المحجر محجري، ثانياً معايا تصريح. بالديناميت مش باللغم. طبعاً بالديناميت يا بيه، لو لقيت فتفوت اتلغم ليك الجول. والبحر؟ اسمه النيل، احنا عشان صعايدة نقول عليه البحر، لكن سيادتك تقول النيل. كان نفسي في عشوة سمك. ومش عارف ان ده ممنوع عشان الثروة السمكية؟ الثروة السمكية على راسي من فوق، وكل واحد يعمل حاجة في البلد يبقى انا. بعدين انا عندي فرح، وفي الافراح بنذبح عجول مش سمك. ومجاهد حمدان اللي تعور ودخل المستشفى. يا بيه مش هدخل بيوت الناس اقول لهم يولعوا البوتجازات كيف؟ ولا هنبع الحريم يجيدوا الكانون ازاي؟ الراجل عندكم اسألوه. هنشوف يا حاج، هنشوف. ايوه يا باشا. مش كنت تقول يا باشا انكم حطيتوا مأمور شديد حلو وما يعرفش حد؟ كنا قابلناه الاول وعرفناه على اهل البلد. ما انت عارف كلهم اولادي يا اولاد اخوي. في انتظارك في المندرة. البير مأمور؟ اه اتفضل. الو سعاده الباشا. طبعا طبعا يا فندم. انت عارف الحاج محمد ابو دياب وتاريخه ايه معانا؟ بلده طول عمرها معانا يا سياده المأمور. يرجع الفرح فورا. تمام سعادتك، مع السلامه. مع السلامه يا بيه. انا اللي متصل، يبقى انا لك في المكالمه مش دي الاصول. اتفضل. يا باشا كان هيقفل قبل ما اكمل معاك. في انتظارك. تشرف تشرف. مع السلامه مع السلامه. لو كنت انت المتصل انت اللي تقفل، انا اللي متصل انا اللي اقفل. هقفل. السلام عليكم. راجل يا تعبان، ما دام مش قد اللعب بتلعب ليه؟ مش قلت الكهرباء قطعت عندك؟ ذنبه ايه السمك؟ لسه الميه باقيه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اهلا يا حاج. كده الفرح بيجي فرح. مبروك يا حاج، ما تزعلش، اللي ما يعرفك يجهلك. البركة فيك، انت اللي صححت الوضع. اتفضل. اتفضل يا حاج. العريس ولد العريس. يا خد بوسه بنهني العريس.
حلوة الليالي الملا يا رب تتمم الأبرار سقف للعروس وسقف للعريس. ايه ابو زكري رايح فين؟ جايلك بعد اذنك. هم سبع الليالي ليالي الجمعة والخميس. رايح فين؟ منا. نعم يا حاج. خد ابو زكري الحمام بتاعي اللي جوه وما تسيبوش الا ما يخلص. تفضل يا عم الحاج. تفضل يا عم الحاج. خليك براحتك يا عم الحاج. صحيت وعاد يا حاج، كنت سهران شوية ليلة امبارح. طب روح روح اقعد في اي حته. مبروك يا عريس. جوز بنتي تقوى مش عارف جوزتها له كيف. يلا المصير. اكيد عمتكم جات هي وجوزها وعفريته. شغل هوادكم بروصل. لا ما فيش داعي، هو يخش ويقعد النور هيرجع. مناح افتح يا مناح، افتح يا ابن المدعوم، النور قطع. افتح يا ابن الفقرية، الدنيا ضلمت كحل. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حاج محمد. سلم. أهلا وسهلا. مش قلت لك؟ تفضل. مش قلت لك تيجي وحدك ما تجيبهمش معاك؟ قالوا لازم يحضروا فرح بنتك. ده فرح ايه ده يا ابوي اللي حضروا الجن والانس؟ فرح بنتي الحاج محمد ابو دياب. هو صح يا حاج سيد حكايه مرتك اللي تحت الارض؟ امال كده؟ ولا مؤاخذه يعني الحريم اللي تحت الارض احسن ولا اللي معانا فوق؟ يعني كرجل ومراه يعني. هتوجع في الغلط قدامي جوز اختي. هو في احسن من اختي الحاج محمد ابو دياب يا واد؟ اسمها ايه امك؟ وعندك عيال منها؟ 12 ولد. وهتتجملوا فيها تحت الارض؟ يا حزن على قلبك التجيال.
طب روح روح طلع عمك ابو ذكري من الحمام قبل ما قلبه يوقف. وش عرفك انت بالحكايه دي؟ روح يا مناع روح.